من القلوب البصرية إلى كل العراق، إلى الحبيب وقلوب العراق الحبيبة. نتمنى أن تكون للبصرة في هذه المرحلة وسيلة أخرى وسبب آخر لكي يمنح العراق مزيدا من الألق، مزيدا من النجاح، مزيدا من المكانة الرائعة التي يستحقها العراق دوما وأبدا. طبعا الخليجي هي قصة نجاح طويلة، وأفضل ما فيها أنها جاءت في وسط كم كبير من لنقول الخذلان والتراجع في كثير من قطاعات التنمية وقطاعات لنقول البناء، يعني فسحة مضيئة من الأمل في وسط يعتقد العراقيين أنهم فقدوا للكثير الذي يجعلهم موازين لبقية البلدان. نحن سعداء عندما نرى يعني المنجز لهذه المدينة الرياضية ولحضانة العراق للفرق التي الخليجية تكون هناك. نسعد أن هناك يعني نظرة خليجية أخرى ترى أن العراق بدأ يواكي وبدأ يستعيد عافيته وبدأ يحاول أن يأخذ مكانته الطبيعية المتناسقة مع جيرانه ولا سيما في الخليج. هي طبعا ليست كل